بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في قصتنا، قصة القرآن. كيف وصل إلينا هذا الكتاب إلى هذا الزمان منطوقا ومسموعا؟ في اللقاءات الماضية تعرفنا على معنى القرآن، وكيف أوحى الله جل وعلا إلى جبريل عليه السلام، ثم كيف أوحى الله جل وعلا القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل، وصور نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت صوره الأربع. في هذا اللقاء إن شاء الله رب العالمين سنتعرف على متى نزل القرآن وكيف نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يا إخوتي، لو تتصور معي حال الدنيا قبل نزول القرآن، الدنيا كلها كانت ظلاما مليئة بالشرك وعبادة الناس وعبادة الأوثان وعبادة النار والأحجار، وكان الناس يقتلون بعضهم بعضا، وكان ينتشر الربا والزنا وأيدي البنات والقتل. هذه الدنيا المليئة بهذه الأحداث أذن الله جل وعلا للظلام أن ينقشع وإلى النور أن يظهر، فأنزل الله جل وعلا القرآن على البشرية كلها، وأرسل إليهم رسولا بهذا الكتاب يهديهم وينير طريقهم ويعلمهم ويؤدبهم بهذا الكتاب. في ليلة عظيمة من ليالي الدنيا أذن الله تعالى للقرآن الكريم أن ينزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا. فتتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مدى حياته حتى ينير للناس عقولهم ويهديهم بهذا القرآن. والحقيقة أخوتي الكرام أن نزول القرآن له قسمان، قسم وهو نزول القرآن جملة واحدة، والقسم الثاني نزول القرآن مفرقا على مدى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حضرتك نظرت إلى الآية، الله جل وعلا لما يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فبمعنى هذه الآيات قال ابن عباس وجمهور من أهل العلم قالوا بأن هذا النزول هو نزول جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا المقصود بالنزول جملة واحدة. فبعض العلماء قال لك لا، ده إنا أنزلناه دي يعني ابتداء نزوله كان في ليلة القدر، فالقرآن ليس له إلا نزول واحد. في واحد قال لك لا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني بذلك أن الله جل وعلا كان في كل سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ينزل عليه جملة ما سيكون في هذا العام من القرآن الكريم، ثم الذي يليه في العام القادم وهكذا. يعني في كل ليلة قدر، في 23 ليلة قدر على مدى 23 سنة كان ينزل القرآن بما يناسب العام كاملا. والحقيقة أن الرأي الأول هو الصواب، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. النزول الأول ده معناه أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وفي هذا لطيفة جميلة جدا قالها الإمام السيوطي والإمام السخاوي، تعالوا نقراها مع بعض ونشوف قالوا إيه. قال الإمام السيوطي رحمه الله: قيل السر في إنزاله جملة تفخيم أمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الأنبياء والمرسلين. يعني بيعرف سكان السماوات السبع قدر وعظمة وشرف هذا الكتاب الذي سينزل على خاتم الأنبياء والمرسلين. الإمام السخاوي بيقول في نزوله إلى السماء جملة تكريم بني آدم وتعظيم شأنه عند الملائكة، وزاد سبحانه في هذا المعنى أن أمر جبريل بإملائه على السفرة الكرام وإنساخهم إياه وتلاوتهم له. ثم قالوا بأن هناك نزول ثاني مفرقا ومفصلا على مدى 23 سنة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقفه جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه ما شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليه. هنا يأتي السؤال، هو فعلا ليه القرآن ما نزلش كاملا مرة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا اختلف القرآن عن بقية الكتب السماوية أنه نزل مفرقا على مدى 23 سنة؟ لذلك حكم كثيرة جدا ذكرها أهل العلم. أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. حضراتكم عارفين أن الدعوة لما بدأ الظلم والاضطهاد لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذهب للأقوام ويرفضوه، كان يضرب بالحجارة بأبي وهو أمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، و شج أنفه وكسرت رباعياته، وجل على يواسيه لنثبت به فؤادك، ينزل عليه الآيات تلو الآيات
لتسلي قلبه، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، لما كانوا يقولون عليه ساحر وكاذب وشاعر، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم عارفين أنك أنت صادق وكنت تسمى بالصادق، وهم مش بيكذبوك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وبعدين يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يشتد عليه الظلم ويتوعده الكفار، قال والله يعصمك من الناس، إن كفيناك المستهزئين. تنزل الآيات تلو الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنثبت به فؤادك، أي في دعوتك، استمر في دعوتك ولا تخف ولا تعجز، وعليك بالصبر، ينصرك الله نصرا عزيزا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. طيب بالله عليك، لو كان نزل جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآيات كلها مكتوبة، بماذا تفيد الآيات إذا لم تكن ذات وقع على النبي في نفس اللحظة؟ الحكمة الثانية هي التحدي والإعجاز. لما كانوا يسألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أي سؤال، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي يأتيه من السماء ثم يخبرهم بما يريدون. الله جل وعلا يقول في كتابه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكانوا لا يسألون عن شيء إلا وجاءهم القرآن مجاوبا لهم، وإلا لو نزل جملة واحدة وقرأوا ما فيه سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور أخرى تستلزم نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تحدي وإعجاز لجميع من كانوا موجودين، ولا زال إعجازا حتى الآن. الحكمة الثالثة وهي بالبديهة تيسير حفظه وفهمه. أنتم تعلمون، كلنا نعلم أن القرآن نزل على قوم أميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، والقوم الذي بعث فيهم كانوا أميين لا يعلمون لا القراءة ولا الكتابة. تخيل أن القرآن بهذا الحجم العظيم من المعلومات ومن الآيات ومن السور ومن الأوامر والنواهي، لو كان نزل على قلوبهم مرة واحدة كيف سيفهموه وكيف سيحفظوه؟ ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تعلم القرآن خمس آيات خمس آيات، فإن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأي بالقرآن خمسا خمسا. الشيء الرابع وهو التدرج في الشريعة، التدرج في إنزال الأحكام على القوم الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى البشرية جميعا. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم هناك ينتشر فيهم القتل والزنا والربا ووأد البنات، ظلم وأكل الميراث وعبادة الأوثان والنار والأصنام، أشد فترة ظلام على البشرية كلها. لما ينزل القرآن هيبدأ يكلمهم في تفاصيل التفاصيل في الطلاق والزواج؟ لا، القرآن لما نزل بدأ يعالج القضايا الكبرى الأولانية. عشان كده هناك المكي والمدني من القرآن، واللي احنا نتكلم عليهم في اللقاءات القادمة. القرآن الذي نزل بمكة غير القرآن الذي نزل بالمدينة. القرآن الذي نزل بمكة كان يعالج قضايا كبرى، كان يعالج الشرك والظلم في عمومه، يبين أصول الإيمان وآيات التوحيد ونبذ الشرك وأهله وعبادة الأوثان والأصنام والقتل وحرمة الدماء. ثم لما انتقلوا إلى المدينة بدأت تدخل تفاصيل التفاصيل داخل كل حكم من هذه الأحكام. مثال ذلك أن أصل الزنا حرم بمكة ثم نزل الحد عليه بالمدينة، حرمة الدماء نزلت بمكة ثم الحد عليها نزل بالمدينة. وأعظم مثال على التدرج في الشريعة هو تحريم الإيه؟ تحريم الخمر. في البداية ربنا يعدد لهم النعم، يقول ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكر يعني شيء بيسكر، فيقول ازاي انتوا تحطوا الرزق الحسن مع السكر، يعني زي المعاتبة كده. وبعد كده يقول لهم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يخليهم يقارنوا بين الضرر والنفع. ثم يتدرج الأمر في موضوع الخمر، أنه يقول لهم يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيمنعهم عن العبادات إذا شربوا الخمر. ثم جاءت الآية الحاسمة بتحريم الخمر، يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص عاد ممنوع الخمر. انت حكمته الخامسة وليست الأخيرة، فهناك حكم كثيرة جدا، أن نزول القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع على أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتجد التناسق والتناسب بين السور وبعضها والآيات وبعضها والأحكام وبعضها، ليس هناك خلاف وليس هناك شذوذ في أي كلمة ولا في أي حرف. تنزيل من حكيم حميد، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لنظرت للآية قل لئن اجتمعت الإنس، مش الإنس بس، والجن،
ده عظماء الإنس والجن من أهل اللغة والأدب والشعراء والأدباء، ولو اجتمعوا على كل العصور وليس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم العصور من ناحية اللغة العربية، على جميع العصور لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، يشد عضد بعضهم بعضا على أن يأتوا بمثل آية ولو سورة من هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. إذن إخوتي كان هذا لقاؤنا حول نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أنه نزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما على مدى 23 سنة، وعرفنا بعض الحكم الإلهية من نزول القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله رب العالمين في اللقاءات القادمة بإذن الله سنعرف أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن وبعض أسباب النزول، يعني سبب النزول. لو حضرتك لم تشاهد اللقاءات الماضية ممكن تشوف على هذا الهاشتاج قصة القرآن، ستجدهم أيضا على قناتي على اليوتيوب، ستجدوا أيضا على الانستغرام وعلى صفحتنا في صفحة الفيسبوك. شرف جميعا باشتراككم في القناة وتفاعلكم مع الفيديوهات الماضية، وأنا أقرأ كل التعليقات والحمد لله رب العالمين أرد على الجميع، وأنا أسعد دائما بتعليقاتكم وردودكم. انتظروني كل أحد وثلاثاء وخميس مع قصتنا قصة القرآن الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. إلى أن يأتي اللقاء القادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله.